السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيتها المرأة. أنا هنايا تحت الشجر ديال البندق، أشجار البندق نوازيت نوتشولي تحت منهم، وجيت ما جيت جيت نوريكم هاد النبتة هادي اللي عارف السمية ديالها يقولها ليا. الله يجازيكم بخير، قولوا لي سميتها في التعاليق. راها كتكون كنديروها في النعناع التخليطة، في الكازاويين كيقولوا التخليطه ديال النعناع كتكون فيها، والمراكشيين راه كيقولوا النعناع الفليوي كتكون معاهم هاد النبته. راه جيت انا ناخذها اليوم نقطعها معاكم باش ندير بها واحد البريريتاتاي هي والتخليطه ان شاء الله الاخرى. لذلك انا جيت نوريها لكم. ها هي، ما عرفش اسميتها، راه الريحه ديالها رائعه. نتمنى من الله ان شاء الله شي حد اللي عرف السميه يقولها ليا. هنا كاين النعناع، ها هو نعناع بري او خلوي، ها هو نقطعو حتى هو نايض بوحدو، سبحان الله العظيم. ها هو نقي نايض بوحديتو، غنحاول ان شاء الله نصب به واحد الوصفه ان شاء الله تعالى. هذا اليازير او اكليل الجبل، توا غناخذ نقطع منه شويه. تبارك الله ما شاء الله على النعم والخيرات ديالو. هذه كذلك الخزامة، هذا الورد مقطع منه باش نزين الطابلة، ورد قلعة مكونة. هذا ورد حقيقي، ورد ماشي حقيقي، يعني الورد البلدي اللي كيعصروا وكيصوبوا منه الماء ديال الورد. ها هو نقطع منه حتى هو ان شاء الله. هذه السالميه نقطع منها حتى هي شويه. النعناع ديالنا اللي مشينا جيناه مجموعين، ها هما جوج انواع، ها النوع الاول وها النوع الثاني، ها هما مختلفين جوج انواع. غشللتهم من الغبره، راهما ديجا نقيين لانهم بريين، يعني صب عليهم عشه ما فيهم لدوا لا والو. غنديرهم في الطحان الكهربائي باش ان شاء الله نخدموا السيرو. كنحتاجوا كاس كبير ديال الماء، ها هو كاس ديال شرب الماء. غنخوي منه شويه وغنخوي وغندير هاد النعناع ديالنا يتطحن. حاولت شويه ندورو ماشي بزاف، راه هو كيدار اصلا عوراق. انا حاولت هذا نطحنو ولكن راه خليته اصلا وراق باش يعطيو النسمه ديالهم. القاعده اللي معروفه انك ديري ثلاثه الربطات ديال النعناع ديال النعناع مع اطرو ديال الماء مع نص كيلو ديال السنيده. هذه القاعده العامه. انا غندير عرابه لاننا حنا اقلال، لذلك انا غندير الماء رابعه الماء. غنخويها هنايا وغندير 300 غرام ديال السنيده وغنخليه يغلى شي شويه مده 4 دقائق ونتلاقاو. يغلى
هادشي اللي مشيت جنيتو معاكم، هادي راني معرف سميتها اللي كدار في سميتو، هادشي كله اللي مشيت جنيتو معاكم غندير نحاول ندير به. ها هو شللتهم وغندير به كويس ديال اتاي اخويا من المطيب. وغندير فيه عسيله، عسل ديال النحل، وغنخليه ان شاء الله تعالى. ها هو بعد ما خليناه بعد دقائق يغلى غنزيد فيه شويه ديال قطيرات ديال الحامض. الحامض الدور ديالهم انهم غادي يعطيو داك اللون ديال الخضوره ديالو، غادي يعطيه لمعان وغادي يبان الخضوره تبان ناصحه. سبحان الله العظيم، ها هو حيت بري، شوف الخضوره ديالو. الملفه ديال المغرب كنديرو ما كيجيش اللون ديالو خضر بحال هكا، لان انا اصلا عا كنشريوه. هذا حيت خلوي او بري، والفوائد اللي فيه راه جد صحيه، احسن من داك الاخر، لان الاخر كيديروا فيه الدويان وكلشي. الاخر تقريبا دايرينو للتجاره للاستهلاك. الاتاي غناخذ دابا نديرو في هاد الصفاي، نصفيه عرفتش كيبان لكم ولا لا. غنخويه في هاد الصفاي، صفاي عاد رقيق. اختي هذا راه الطريقه ديالو، الا كنتي غتستهلكيه في مده قليله. انا بغنستهلكوها في هذا رمضان، ورمضان بالسلامه وفات في 10 ايام يعني مبقاش بزاف. غنكتفي انني نصفيها بحال هكا صافي. اما الا كنتي باغا تحتفظي به مده طويله، ما عليك عاد تاخدي زيف ديال حياتي يكون نقي، وتعاودي تصفي به باش يحيد ديك الحبيبات كامله اللي كاينه. باش يحيد لينا ديك الحبيبات كامله اللي كاينه. غنحاول دابا نخويه في القرعه. بسم الله على بركه الله، كيبان دابا خفيف ولكن راه غادي يتقال، عيبرد ويتقال. قرعه صغيره دونك هذا نخليه بحساب غدا نخدم به. ها هو عندنا سيرو، غادي يبرد ان شاء الله وغادي يختار سيرو يليق الحلاوي، يليق سميتو. تصاوبي به تحليات، تصاوبي به دي تشيز كيك، تصاوبي به بزاف الحوايج. طريقه سهله اختي، ممكن انك تجربيها وتقومي به، خاصه دابا الحال شويه بدا كيسخن. راه النعناع معروف بان النعناع منعش، راه كيديروه حتى في لي كلاص حتى في المثلجات. النعناع راه منعش ومعروف بانه من الاشربه اللي كتنعش. وهالبريريد ديالنا اللي وجدنا ديال داك الانواع كامله اللي مشيت قطفت معاكم، وهالوريدات ديالنا اللي غنزينوا بهم الطابله، الرائحه ديالهم ما نقولش لكم كيف دايره، سبحان الله العظيم واحد الرائحه رائعه سبحان الله العظيم. خليك على خير، ونتمنى من الله ان شاء الله انك تعجبك الوصفه وتقومي بها وتوريها الناس، ويكون عندك الاجر والثواب، وتكون صدقه جاريه ان شاء الله لموتانا، وخاصه لخويا محمد الله يرحمه ويسلمه. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. زموريا روكا.